السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. يلا بينا نتعرف على درس جديد من دروس اللغة العربية مع حروفي الجميلة. هيا لنجلس جلسة صحيحة ونستمع للمعلمة مع اللغة العربية. هيا يا لؤلؤة، هيا لنتعرف معا على حرف الجديد لهذا اليوم. لقد تعلمنا من قبل أن هذه الحروف تسمى ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. حرف الجديد لهذا اليوم هو حرف زاي. ناخد بالنا، حروف اللغة العربية كلهم إخوات، الباء والتاء والثاء إخوات بس بنغير النقط، الجيم والحاء والخاء نفس الشكل بس الجيم جواها نقطة والحاء ما فيهاش نقطة والخاء يا دماغي عندها فوق نقطة. بعد كده الدال والذال، عندي حرف الدال من غير نقطة، دال ذا ذا أختها اللي أكبر منها وبتطلع لسانها وعندها نقطة. بعد كده عندي حرف الراء متزحلق، أختها اللي أكبر منها على طول تسمى زاي. حرفنا الجديد لهذا اليوم يسمى زاي، اسمه زاي وصوته ز، ما بطلعش فيه لساني، ز اسمه زاي وصوته ز، صوته ز، رددوا معي، اسمه زاي وصوته ز، صوته ز. يلا بينا نشوف أصحاب حرف الزاي. ما هذه الصورة؟ زرافة، زاي زرافة، ز زرافة. الزرافة من الحيوانات أم الطيور؟ نعم من الحيوانات، لأن الطيور ليها جناحين وبيغطي جسمها قرش. الزرافة من الحيوانات، رقبتها طويلة وجسمها زي ما احنا شايفين بيكون عليه النقط الكبيرة اللي لونها ايه؟ بني. الزرافة من الحيوانات التي تأكل أوراق الشجر وبتأكل كمان الجزر. الزرافة عضلات رقبتها قوية جدا عشان كده مش بتقدر تنام غير وهي واقفة. الزرافة بتنام وهي واقفة وبتنام فترة قصيرة جدا وتصحى، تنام شوية صغيرين وتصحى، تنام شوية صغيرين وتصحى، مش بتنام زينا كده على ايه مفرودة او مش بتنام على الارض، لان هي لو نزلت رقبتها الطويلة دي على الارض مش هتقدر ترفعها تاني. لها رقبة طويلة وأرجل قصيرة بالنسبة لرقبتها. الزرافة على فكرة بتقدر تجري وسريعة جدا جدا، ولها ذيل رفيع زي ما احنا شايفين. والزرافة بتبتدي بحرف الز، ز زاي، ز زرافة، ز زرافة. يلا بينا نتعرف على أصحاب حرف الزاي. زيتون، ز زيتون. الزيتون طبعا من الايه؟ ها من الطعام، تمام. لونه اسود وفي كمان زيتون لونه اخضر. ز ز زيتون. الزيتون مفيد جدا بناكله كده، وكمان ممكن يتعصر وبيطلع منه زيت. زيت الزيتون زيت مفيد جدا بنستخدمه في الطعام. ز زيتون، ز زيتون. عندنا كمان زينة، ز زينة. الزينة طبعا بنعلقها لما يكون عندنا عيد ميلاد او لما بيكون في مناسبة بتخلي شكل الايه؟ شكل الغرفة جميل. ز زينة، ز زينة. كمان عندنا زهرة، طبعا انتوا تشوفوا الصورة دي هنقول وردة لكن ليها اسم تاني برضو اسمها زهرة، او لما بيكون عندي زهرة وزهرة وزهرة بنقول زهور. زي زهرة، ز زهرة. عندي كمان زجاجة، طبعا أنا لما باجي بتكلم بقول الإزازة بتاعتي كبيرة، الإزازة بتاعتي في الثلاجة، لكن باللغة العربية تسمى زجاجة، ز زجاجة، ز زجاجة. يلا بينا نتعلم كتابة حرف الزاي. طبعا حرف الزاي زي حرف الراء بالظبط، يعني بتتزحلق. بكتب طبعا اللغة العربية من اليمين إلى اليسار، أضع نقطة البداية فوق السطر وأنزل أعمل سنة صغيرة فوق السطر وخط مايل تحت السطر،
وما ننساش النقطة فوق الحرف، يبقى ازاي برضو بتتزحلق تحت السطر، ازاي مش بطلع فيها لساني صوتها ز ز ز وبتنزل تحت السطر. يلا نقول تاني نكتبه ازاي، سنة صغيرة فوق السطر وخط مايل تحت السطر وما ننساش النقطة فوق الحرف. يلا بينا يا أصحابي نجيب البوكلت ونكتب حرف ازاي. إلى اللقاء.